ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله والشكر لله. طيب بص، ثلاث حاجات هقول لكم عليهم النهارده. حاجه منهم متعلقه باللي كنا لسه بنتكلم فيه انا وزميلتي الهام نمر وزميلي صديقي العزيز يوسف عابدين على مساله تحركات جهاز حمايه المستهلك، واللي اولا انا اشد على ايد. بص يا جماعه، الجهاز لما بينزل السوق بيتعدل، عشان كده انا ايه اشد على ايديهم واقول لهم لو سمحتوا يا جماعه جهاز حمايه المستهلك يا يعيش يا يعيش 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 يعيش، كملوا جامد قوي على قد ما تقدروا على قد ما تقدروا وفوق ما تقدروا كمان، وربنا سبحانه وتعالى يدينا جميعا القدره والقوه وان احنا يبقى ايه قادرين ان احنا نظبط السوق. الجهاز نزل فعلا حرر مخالفات، عشرات المخالفات، قل مئات المخالفات، يعني ده بجد مش هزار. الناس راحوا شافوا الدفاتر، شافوا الفواتير بتاعت الشراء من المصنعين المحليين، شافوا الفواتير بتاعت الشراء من المستوردين الرئيسيين، لقوا انه فوق السعر اللي المصنع بيقول انه يتباع بيه محطوط فوق سعر البيع. خد بالك بقى، محطوط فوق سعر البيع تقريبا 30 و35% زيادة. افترى ما بعده افترى، يعني اللي هو مفيش كده مفيش كده، الحاجة 35 يبيعها ب45 مع سعرها للمستهلك طبقا للمصنع 45 35، تلاقي الراجل بيبيع ب45. ايه يا عم المفتري؟ طب حط 36 وده غلط، 10,000 زيادة على سعر البيع اللي محدده المصنع. ده ايه الافتراء ده يا ربي؟ ايه الافتراء ده؟ وتيجي تقول لي اصل الحاجه غل، الحاجه غليت علشان التجار للاسف، مش هقول لك كلهم لكن في تجار للاسف بيعملوا كده وما هماش قليلين للاسف، برضو كتار وجدا. وبعدين بيتفقوا مع بعض وبيعملوا جروبات يعلوا فيها الاسعار انا تاني مش بقول لك كلهم لكن للاسف عدد لا باس به على الاطلاق. كل القصه دي بتاعت الاسعار مرتبطه طول الوقت بقصه اصل الدولار زاد، اصل الدولار زاد، اصل الدولار زاد. لسه مقابل شبان زي الفل فقال لي الدولار، فضحكت قلت له عايز ايه من الدولار؟ قال لي احنا عايزين، احنا اللي يهمنا ان الدولار سعره يهبط عشان الاسعار تهبط. طيب انا بقول لهذا الشاب الرائع وشلته اللي كانوا واقفين وبقول لكل الناس يا جماعه ما تتخدعوش بسعر السوق السوداء بتاع التطبيقات، وما تتخدعش بسعر السوق السوداء بتاع جروبات الواتساب، وما تتخدعش بسعر السوق السوداء اللي بتحط على فيسبوك وبتاع، ما تتخدعش علشان هي كلها كام يوم والكل هيتهبد، الكل هيتهبد. وهبدا رسمي بقى، هبدا ايه؟ هبدا رسمي. يعني ايه هبدا رسمي؟ يعني انتظر الخطوه القادمه خلال أيام قليلة جدا 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 من البنك المركزي. تعال نروح لموضوع تاني وأنا أراه موضوع مهم. الخبر اللي اتنشر حول أحمد الطنطاوي. أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، أحمد الطنطاوي اللي كان مفترض أنه سوف يكون مرشحا أو كان مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية، وبالطبع لم يصبح مرشح وما دخلش السباق الرئاسي لأنه بمنتهى البساطة زور. ومن هنا كان حكم المحكمة النهاردة. ومبدئيا أحمد الطنطاوي حر غير مقيد الحرية، موجود بقى في بيتهم، موجود في مكتبه، موجود في بيت العيلة زي ما هو حابب، تمام؟ وله كل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية كيفما يحددها القانون المصري في إجراءات التقاضي. يعني يكمل، يعني عنده نقضه وعنده حاجته تفضل. بس السؤال المهم برضو حتى لا يغفل المواطن بخطابات المراهقة السياسية والحماقة السياسية التي ارتكبها الطنطاوي. شفت أنا قلت لك إيه بقى؟ الحماقة اللي ارتكبها الطنطاوي، فهذا مصطلح لا يعاقب عليه القانون. طب ليه لا يعاقب عليه القانون؟ عشان اللي عمله طنطاوي حماقة سياسية ومراهقة زي ما الكتاب قال. اللي هي إيه؟ هو في حد في الدنيا، في حد في الدنيا يطلع يبلغ عن نفسه
وهو عامل فعل غير قانوني؟ يعني واحد طلع على شبكات التواصل الاجتماعي كلها صوت وصورة فيديوهات يقول احنا هنعمل توكيلات شعبية. طب يا ابو حميد، يا سيادة النائب السابق، يا استاذ احمد، يا اخ احمد، هو حضرتك كان ممكن بمنتهى البساطة تجيب محامي لسه متخرج امبارح طازة اخضر، محامي لسه مراحش يتدرب عند الأستاذة غادة عادل في مسلسل حالة خاصة، تقول له هو في حاجة اسمها أشجع المواطنين على تحرير توكيلات شعبية؟ هيقول لك يا نهار اسود، دي جريمة تزوير، اوعى. تروح لنفس المحامي اللي لسه أخضر متخرج طازة تقول له طب أنا طبعت التوكيلات الشعبية وطلعت على كل شبكات التواصل الاجتماعي صوت وصورة بقول للناس يا جماعة احنا هنعمل توكيلات شعبية وحضراتكم هتمضوا عليها وهنروح وهنتقدم بيها والحركة ونحن وبتاع، هيقولك يا نهار اسود، ده انت بتبلغ عن نفسك، هذا فعل احمق. يا احمد، محدش بيعمل كده في الدنيا. يعني ايه حد يروح يبدأ في طباعة وتداول محرر متعلق بالعملية الانتخابية الرئاسية دون أن يذهب لاتخاذ الموافقة الرسمية من السلطات المعنية؟ يعني إيه؟ بيتعمل ده في أنهي بلد ولا في أنهي جمهورية ولا مملكة ولا سلطنة ولا إمارة؟ مفيش، ما سمعناش، ندور ما نلاقيش، فيصبح هو متفرد في هذا الفعل ويظن أن تلك هي الزعامة وتلك هي الثورية وتلك هي السياسة. أنا أستطيع أن أناور، دي ما اسمهاش منورات سياسية، دي اسمها الحماقة السياسية، لا يرتكبها إلا مراهق سياسي، مراهق ثوري. ثم يورط معاه 22 شاب، يورط معاه، تيجي تقول لي لا هم كانوا عارفين وهم مؤمنين بالقضية، لا يا فندم، ارجع للتحقيقات مع ال 22 شاب اللي متهمين مع طنطاوي، هو اللي قال لهم، هو اللي وجههم، هو اللي ادالهم هذا الأمر أو هذا النصح أو هذا التوجيه أو هذه التعليمة، شوف أنت عايز تسميها إزاي وشوف طنطاوي نفسه يسميها بإيه. المهم انه ورط 22 بني ادم مواطن مصري ان هم يروحوا يعملوا التوكيلات ويطبعوها ويوزعوها ويروجوا ليها ويشجعوا المواطن على التوقيع عليها. طب انا ازيدك من الشعر بيت بقى، انت عارف ان المواطن اللي وقع على دي يحاسب؟ انت بتتكلم على عملية انتخابات لرئاسة الجمهورية، مش هقولك بقى وفي مصر، يا سيدي في أي دولة، ده المواطن ده يحاسب. ولو عاوز بقى تفعل الدرجات القصوى، بالمناسبة ده الطنطاوي الحكم اللي صدر ضده صدر باعتباره جنحة مش جناية، عشان كده هي سنة مع إيقاف التنفيذ أو غرامة 5000 جنيه أيهما، فهو اتحكم عليه حتى مش اتحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ، ولازال لديه الحق الكامل والفرصة الكاملة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستمرار التقاضي، وهو لازال حرا في بيتهم. وال22 شاب أحرار في بيتهم، فلا مزايدة ولا تزيد حتى في الكلام واستخدام المصطلحات الرنانة، إنهم يريدون حرمانه من الترشح للانتخابات. انتخابات إيه؟ ده راجل مش عارف ألف به إجراءات قانونية للانتخابات، عايز ينزل يبقى رئيس جمهورية؟ يا نهار أبيض، ده مش هي يا جماعة، إزاي ده ولا جمهورية بورنجا تسمح بحاجة زي كده؟ فاكرين مملكة بورنجا التي تعلن الحرب على محلات الكشري في الفيلم بتاع فريد شوقي وفؤاد المهندس رحمة الله عليهم؟ هو بالظبط كده، حتى سلطنة بورنجا التي أعلنت الحرب على محلات الكشري في الفيلم لن تسمح بذلك.
مفيش قانون وضعي موجود في أي دولة تسمح بكده. فربنا يديله الصحة ويخش يتفضل يتقدم بالإجراءات الخاصة باستمرار التقاضي في هذه القضية، لأنه وبالمناسبة والله العظيم ده مخفف، لأنه ممكن جدا كان يتم إحالتها لأنها تصبح جناية، وفي حالة الجناية ممكن توصل عقوبة فيها 15 سنة. ده كده تم استخدام الرأفة وحكم إيقاف تنفيذ وأول درجة، يعني اللي هو بعد كده إيه؟ بس هنقول إيه والله العظيم؟ حاجة غريبة، يعني هبط على الشارع السياسي بالباراشوت ليمارس الحماقات السياسية والمراهقات، حقيقي يعني. طيب، تعالوا نروح للحاجة الثالثة اللي عايز أتكلم فيها برضو مع حضراتكم، وأنا أظنها حاجة مهمة جدا. تم الاتفاق واختيار كابتن حسام حسن مدربا للمنتخب الوطني. خلاص؟ طيب. ويتم تشكيل بقى الجهاز المعاون وما إلى ذلك. يجي سؤال مهم جدا. إيه علاقة، يعني إيه الحرب اللي حاصلة على السوشيال ميديا ضد حسام حسن؟ يعني السؤال هو، أنتوا شفتوا أداء حسام حسن مع حفظ اللقب طبعا في الملعب؟ شفتوه لما هيبقى مدير فني للمنتخب الوطني هيعمل ايه؟ ما شفتوش منه حاجة وحشة. طيب، انا من الناس عندي وجهة نظر ثابتة طول الوقت، هو انا ايه مشكلتي في ان انا اجيب مدرب مصري للمنتخب المصري؟ انا ليه طول الوقت قاعد عمال بفكر ان انا اجيب من اوروبا وامريكا اللاتينية؟ ليه؟ يعني ايه السبب؟ في حين انه اهم انجازاتي، كمنتخب عملتها مع كابتن جوهري الله يرحمه ومع كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحة وطولة العمر، أهم إنجازاتي. هتيجي تقول لي يعني أنت شايف أنه كابتن حسام حسن قادر على أداء المهمة؟ أقول لك والله ربنا يا رب يقويه. إحنا بنبدأ الحرب على الراجل قبل ما يقول صباح الفل يا ملعب، ده الراجل لسه ما قعدش مع اللعيبة بتوعه حتى. واحد بقى يجي يقول لك ايه بس صلاح مش هيرضى، هو صلاح جه كلمك في التليفون قال لك بقول لك ايه يا بسبس انا مش راضي، ما حصلش. اصل اللعيبه المحترفين في الخارج مش هيوافقوا، هم كلموك برضو قالوا لك؟ مفيش حاجه اسمها كده، عشان بس نبقى متفقين. انا من وجهه نظر انا كمواطن عادي يعني، ولا أدعي إن أنا اللي فاهم في كرة القدم وتشكيل المنتخبات واختيار المديرين الفنيين، أنا اللي فهمه إن حصل لي واقع مرتين. اتنين كباتن مصريين استلموا المنتخب وحققوا بيه أعلى إنجاز في تاريخ المنتخب، الأجانب ما عملولناش كده. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي فهمه إنه كابتن حسام حسن، نصيحتي أنا بقى كراجل مشاهد كراجل مشجع كراجل مواطن، ايه؟ ركز في الملعب، ركز مع اللعيبة، خلي دايما اعصابك في التلاجة، خليك هادي جدا وما تبصش على السوشيال ميديا نهائي. نصيحتي والله دي نصيحة اللي انا نصحت بيها نفسي من 7-8 سنين دلوقتي، يعني في 24 او يبقى بقى لي 8 سنين تقريبا، ما ببصش على السوشيال ميديا، لا التفت. انا عملت دي اكتيفيشن لكل الحسابات من 7-8 سنين. حلو، يبقى كابتن حسام ركز في ملعبك، ركز مع لعيبتك، اعصابك في التلاجة، انسى السوشيال ميديا تماما وكأنها غير موجودة، ما تمش اختراعها، وركز مع كل لعيب على حدة واعرف تركيبة كل لعيب، بالتأكيد انت عارف مهارات كل لعيب، اعرف التركيبة الشخصية والنفسية والعقلية والذهنية لكل لعيب واحتوي الفرقة بتاعتك، هتحلق بينا في السماء. معايا على تليفون كاتبا متخصصا، كاتب الصحفي ايهاب الفولي الناقد الرياضي المعروف. اهلا بيك، ازيك يا ايهاب؟ اهلا بيك، ازيك يا استاذ يوسف؟ واهلا بيك. الحمد لله، واهلا بكل مشاهدينك الكرام والقراء. عايز اسمع منك على اختيار كابتن حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري. بص يا استاذ يوسف، يمكن ده يعني افضل قرار تم اتخاذه في الكره المصريه منذ عام 2010. من 2010 2010 حلو، من بعد رحيل كابتن حسن شحاته، وكلنا كنقاد رياضيين ومهتمين بمنتخبنا الوطني كنا محتاجين
زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه بتاعتك ان التجارب كلها اثبتت ان التاريخ بتاعنا صنعه اثنين، او معظم تاريخنا صنعه اثنين. رحمه الله عليه كابتن محمود الجوهري جنرال الكره المصريه، والقدير العظيم ربنا يعني يطيل في عمره امين ويزيده صحه المعلم كابتن حسام شحاته. طبعا كابتن حسام حسن انا يعني اتعاملت معاه عن قرب يعني من ايام ما كان لاعب في النادي الاهلي، ومنذ تولي القياده الفنيه للعديد من الانديه، وسافرت معاه يعني اكتر من سفريه بره لما كان مدير فني للنادي المصري. يعني كابتن حسام حسن هو الاقدر ان هو ياخد فرصته لاثبات للناس ان يعني ان يعني الانسان المصري قادر ان هو يحقق كل حاجه حلوه لمنتخب بلاده، وبنتمنى له التوفيق في هذا الاطار، وبندعمه طبعا ونقف في ظهره. ويكفي ان انت لما تتبع سيره كابتن حسام حسن، يعني كابتن حسام حسن اكتر لاعب في تاريخ الكره المصريه ارتدى تيشيرت منتخب مصر. صحيح. 21 سنه. صحيح. من صحيح. 85 ل 2006. بص تاريخ حسام حسن غير خافي على حد، وده مما لا شك فيه. عندي بقى سؤال وده مهم بقى، وهنا انا عايزك تجيب لي الديب من ديله زي ما بيتقال. اتفضل. الجهاز الفني المعاون لكابتن حسام حسن، ايه الاخبار؟ ايه الاسماء؟ بص كابتن، هو كان في قعده النهارده مع الكابتن حسام. ها. يعني ادوله صلاحيات كامله، يعني مجلس اداره اتحاد الكوره اداله صلاحيات كامله لاختيار الجهاز الفني المعاون بالكامل. هيبقى جميل. كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر. حلو. هيبقى معاه اثنين مدربين، مدرب عام ومدرب مساعد. يعني الترتيبه لسه لم يستقر عليها، وان كنت انا يعني الاسماء ايه؟ كابتن احمد الكاس هيبقى المدرب العام للمنتخب. حلو. ومعاه كابتن طارق سليمان. جميل. والثلاثه كابتن حسام وكابتن الكاس وكابتن طارق سليمان من نجوم منتخب مصر طبعا عام 90. المدير الاداري او مدير المنتخب كابتن ابراهيم حسن. ها. المدير الاداري يمكن ده ما حدش قالها لسه، كابتن وليد بدر بتاريخه الاداري مع نادي الزمالك ومع نادي المصري طبعا. ومدرب حراس المرمى كابتن سعفان الصغير. وسيتم الاعلان عن الجهاز الفني بالكامل، بالجهاز الطبي، بالجهاز الاداري، بكامل الاسماء بعد بكره. كابتن حسام بينتهي من بيحط الاسماء بتاعته يعني النهائيه، لان في اكثر من مكان هو لسه يعني انت عارف حضرتك كابتن استاذ يوسف المهمه جت يعني في 24 ساعه. صحيح. قعدوا معاه امبارح، كان في مكالمه معاه بالتليفون. الراجل استاذن من 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 نادي فيوتشر، وكانوا ناس يعني بصراحه يعني زي ما بيقول ايه ما تاخروش، رغم ان هم محتاجين مدربهم في الوقت ده، لكن قال لك منتخب مصر قبل اي حاجه. زي بيفكرني وبيرجعني لنادي المقاولين العرب لما كان كابتن حسن شحاته مدير فني في 2006 لنادي المقاولين العرب، ورحمه الله عليه كابتن سمير زاهر طلب ان هو يلعب كابتن حسن شحاته يدير المنتخب الوطني. النادي المقاولين قال ساعتها ما فيش كلام، وتولى القياده الفنيه كابتن حسن شحاته منتخب مصر. نفس الكلام حصل من مسؤولي نادي فيوتشر اللي ما ترددوش لحظه واحده. وكابتن حسام قعد النهارده العصر مع مجلس اداره اتحاد الكوره، حط الاسماء اللي هي الهيكل الاساسي اللي انا قلت لحضرتك عليه. هتبقى فيه بقى الجهاز الطبي لسه يعني ما استقرش بشكل كامل عليه، بقيه عناصر الجهاز الاداري، وكل الاسماء دي هينتهي منها كابتن حسام وكابتن ابراهيم بكره. وانا بقول يعني بحييك يا استاذ يوسف على يعني دعمك بلا حدود للكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، لان هم يعني هياكدوا للناس كلها ان هم عند حسن الحظ. ده حقهم يا ايهاب، ده حقهم. يعني خليني الاول اشكرك زميلي العزيز الكاتب والصحفي والناقد الرياضي ايهاب الفولي. ده حقهم يا جماعه، سيبوا الناس تاخد فرصتها. هي السوشيال ميديا معينة نفسها حسيبا رقيبا على كل حاجة بتحصل في البلد. يعني السوشيال ميديا مثلا كعبها عالي علينا، مثلا متعلمين أحسن مننا وإحنا ما نعرفش.
بيدفعوا لنا في مرتباتنا واحنا مش واخدين بالنا؟ انا مش قادر افهم. اكثر وطنيه مننا، اكثر فهما، اكثر معرفه، اكثر عبقريه، مين اللي قال يعني؟ فلم نجد من السوشيال ميديا الا كل السخائم الحقيقه. ده في القليل النادر لما نلاقيها طلعت بحاجه عدله، القليل النادر جدا. يعني انا مش قادر افهم. ادوا الراجل فرصته، سيبونا نشوف الراجل هيعمل ايه. وتاني، ما احنا شفنا كابتن جوهري رحمه الله عليه 100 100، شفنا كابتن حسن شحاته الله يديله الصحه 100 100. مش يمكن نلاقي ضلتنا ومبتغانا وتحقيق اهدافنا على ايد الراجل ده؟ سيبوه يشتغل، وسيبوا البنك المركزي يلسع السوق السوداء. اقول لكم على حاجه، هي مش ايام قوي، هي اقل من ايام، احسبها انت بقى. نطلع فاصل ونكمل الكلام. شرفت النهاردة بالنيابة عن مؤسسة بهية بالحضور للملتقى السنوي لمرضى السرطان برعاية جامعة الدول العربية. الملتقى كان مفيد جدا لان حضروا كل القامات الكبيره في خصوص العنايه بمرضى السرطان في الوطن العربي. مؤسسه بهيه بتقوم بدور كبير جدا لكل سيدات مصر وكل السيدات العربيات، من اول التوعيه باهميه الكشف المبكر. للكشف المبكر احنا كشفنا على اكثر من 260 الف سيده مصريه، للعلاج للسيدات اللي بيبقوا مريضات بعد اجراء الكشف المبكر. كانوا بيتكلموا في الملتقى عن اهميه الدعم النفسي لمريض السرطان. احنا بنحمد ربنا ان بهية بتقوم بدور كبير جدا في الدعم النفسي لكل سيدة بتخش تعالج في بهية، بحيث تبقى رحلة علاجها رحلة فيها تفاؤل، فيها امل، وفيها شفاء ان شاء الله. النهاردة في اليوم العالمي للسرطان بنحتفل بالناس اللي قدرت ان هي تحارب السرطان وتنتصر عليه وتشفى، ورحلة تقضي رحلة العلاج بنجاح. النهاردة احنا في جامعة الدول العربية مع ملتقى من الجمعيات الخيرية الداعمة لمرضى الأورام في البلاد العربية. عندنا من جميع البلاد العربية في ناس ممثلة عن الجمعيات، وعندنا طبعا من المحاربين اللي قدروا ينتصروا على الأورام من جمهورية مصر العربية. الاكتشاف المبكر للاورام على حسب انواع الاورام، في حاجات كتير قوي احنا بنحاول ان احنا زي مثلا مبادره سياده الرئيس بتاعت سرطان الثدي، الاكتشاف المبكر قلل نسبه اكتشاف المرض في المراحل المتاخره بنسبه 24% في الحمله في السنين اللي فاتت. جنبها في حملات اخرى لاورام الرئه واورام البروستاتا واورام القولون، فعايزين نقلل النسب دي، لان طبعا لما بنقلل النسب دي نسب الشفاء بتعلى، فبالتالي التكلفة للدولة لما بيجي نعالج بتبقى أقل بكتير، فنقدر نحنا نحافظ على غير أرواح الناس وإن الشعب يبقى منتج، نحنا نقدر كمان نعلي نسبة الشفاء بالاكتشاف المبكر. أنا أول رياضي يرجع على التصنيف العالمي للتنس بعد فشل في النخاع العظمي وأخطر من سرطان، وبعد كده طبعا كان 7 سنين مرة تقريبا، وزنه وصل 130 كيلو، غرغرين في الإيد، مشكلة في الكبد في الكلى، في الآخر بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرت أوصل للتصنيف العالمي تاني. وبعد كده عملت مؤسسه حمله منحي الامل العالميه اللي النهارده بتكرم النهارده، اللي هي اكبر حمله في العالم النهارده اللي بتضم اكثر من 23 دوله. الغرض بتاعها بتنشر الامل عن طريق فعاليات كثيره جدا، سواء مؤتمرات خاصه بالرضا والصحه او سواء فعاليات فيها انترتينمنت او حاجات كثيره جدا. فالنهارده كانت الحمله فيها تكريم الحمله وليا علشان احنا قدرنا نوصل تاثير كبير في الوطن العربي وفي العالم باكمله. على رأي عبد العظيم ممارسات غريبة، عبد العظيم زميلنا مخرجنا الرائع، ممارسات غريبة اللي بتحصل في السوق السوداء دي والله العظيم حاجة يعني. طيب كده وعلى هادي، عندما ينخفض سعر الدولار ايه اللي المفروض يحصل؟
غير انه يحصل ارتباك في السوق السوداء. ده موضوع خلاص احنا عارفينه، هم مرتبكين وحالتهم كرب ولسه ان شاء الله يعني هيتكربوا زياده، لكن معناها انه لازم وضروري وهام انه كل السلع اللي اترفعت اسعارها بسبب ارتفاع سعر الدولار في الاسواق الموازيه ما بين قوسين سوق سوداء، دي دايما الجمله اللي بيقولها كل الناس. حلو يا جماعه، دولار زاد، دولار زاد ازاي يا مولانا؟ ما هو سعره في البنك يا باشا، هعرفش اجيب دولار من البنك يا باشا، اضطر اتصرف انا. تمام، طب الدولار نزل انت ما نزلتش اسعارك ليه؟ يعني في اجهزه كهربائيه بس؟ طب وفي اللحمه وفي الفراخ وفي الدقيق؟ طبعا ده ناهينا عن قصه السكر، ودي حدوته انا مش قادر افهمها. بلد عندها اكتفاء ذاتي من السكر بس عندها ازمه سكر، دي بالنسبه لي حدوته شديده الغرابه. طيب قد يكون عامل كبير منها جدا انه في شويه حراميه بيخزنوا السكر وبيخزنوه في المخازن وما الى ذلك، فطبعا ده بيتطلب تحرك شديد البأس من الدوله واجهزتها المعنيه. لكن هرجع بيك تاني، الاسعار اللي زادت ما نزلتش ليه؟ التاجر لما كان السعر بيزيد اول ما يقول لك مثلا ايه سعر الدولار النهارده بقى كذا، الساعه مثلا 10 صباحا، الساعه 12 الظهر رفعنا الاسعار، تاني يوم ده السعر زاد النهارده جنيه رفعنا الاسعار. خد بالك دولار السوق الموازي لما كان بيزيد 50 قرش التجار يروحوا مزودين الحاجه 50 قرش، يروح مزود الحاجه بال 500 وبال 1000 وبال 5000 وحدث ولا حرج بقى على حسب النسبه والتناسب في المنتجات السلع الى اخره، العربيات اللي مش عارف الذهب الاجهزه المنزليه الى اخره، حتى في الاكل هنرفع سعر الدواجن. طب نزل السعر، نزلت سعر الدواجن؟ لا. بتوع اللبن هنرفع سعر اللبن، طب الدولار نزل نزلت سعر اللبن؟ لا. بتوع اللحمه هنرفع سعر اللحمه، طب الدولار نزل نزلت سعر اللحمه؟ برضو لا. طب نقول فيكوا ايه يعني؟ انا مش عارف. عشان كده انا دايما اقول ايه الحل الواقعي والأبدي والفعلي هو جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية اللي شغلتها السيطرة على الأسعار وجشع التجار. لسه كنت بقول لكم، قلت لكم مصطفى ميزار زميلنا راح شارع عبد العزيز وقعد يتفرج بعين المذيع والصحفي، لقى بلاوي السوق يعني جهاز حماية المستهلك نزل على حظه وهو هناك، فوقف يتفرج. ودي حقيقة بالمناسبة، يعني لما تلاقي مثلا تلاجة من 10-15 يوم، هنفترض مثلا ان سعرها 30,000 جنيه، يجي بتوع السوق السوداء السعر زاد السعر زاد الحق يا جدع، يروح جاي حاطط نفس التلاجة هي بس ب 60,000. ليه يا عم؟ ده كانت من 3-4 ايام بكذا، السعر زاد حضرتك، هنعمل ايه؟ هنجيب دولارات منين؟ مضطرين. سعر الدولار نزل، انزل بقى بسعر التلاجة تاني. لا ليه؟ ما انا قلقان. قلقان من ايه؟ اصله بيقولوا هيطلع تاني، بيقولوا وانتوا بتشتغلوا على بيقولوا. ماشي، هرجع واقول لك ان لم تكن ايام فهي اقل من الايام، وعلى الباغي تدور الدوائر. تعال نروح بقى على سوق سودة تانية وشديدة الغرابة متعلقة بالعمرة. حضراتكم عارفين ان اصبح في جروبات على الواتساب وعلى صفحات وعلى مش يقول لك ايه بقى، يحاول انه يشد المواطن علشان يعمل العمرة عن طريق المكتب المش عارف ايه، الشركة المش عارف ايه، واسعار تخض. تيجي تكلمهم في التليفون تقول له ايه بقى؟ بص اي حد معاه ريال انا شاري ب 20، والله لسه كنت اقول شاري ب 20 جنيه مبالغ اعلى من 1000، يعني ما تجيش تقول لي معايا 500 وايه وتصدعنا. هقول لك لا 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 لا، هقول لك البسها يلا توكلنا، معايا 5000 ريال في المنصوره ب 17 نهائي، يا حلولي يا حلولي يا حلولي. ايه كمان عندنا من ده؟ ايه تاني؟ 30,000 ريال للبيع لاعلى سعر،
تواصل على الخاص يا بتاع الخاص انت يا سري يا واد يا غامض متاح ريال سعودي بالسويس للبيع الاعلى. انا راح اشتري جرار متاح ريال سعودي في السويس ماشي معايا 17000 ريال في المنيا لاعلى سعر لاعلى سعر ابي زايد على عربيه بقى لاعلى سعر. يلا بقى ما احنا جايين نهجص جايين نهجص فعلا مش هزار. طب دول يتسابوا ازاي دول؟ بالمناسبه ده صفحات على فيسبوك يعني لازم يتعمل لهم يتعمل له الخيه المظبوطه الفخ الحلو واطلع له السويس واطلع له المنيا اطلع له اي حته. طيب اتنين الصنف ده شويه عيال نصابه وحراميه وممكن يثبتك في الفلوس اللي انت رايح بيها يا باشا هقابلك في مش عارف فين كده على اول الطريق هتتثبت وهتتاخد فلوسك وهتغني ظلموه ده وش. طيب ولو سيادتك رحت اشتريت منه ريال ده وطلع مضروب هتعمل ايه؟ بلاش اصلي والسعر نزل شربتها يا حلو. بعض الناس بقى اللي هو ايه هو انا بقول لك هو لا شركه ولا مكتب ولا بتاع يقول لك بص يا باشا العمره كذا 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 وسعرها كذا غاليه جدا. يقول لك باشا بص اصلها احنا بندفع بالريال. فتقول له اه طب والعمل؟ هات لي ريال. طب انا معيش اجيب لك. الله الله. طيب تعال ناخد معانا الاستاذ ناصر ترك عضو اللجنه العليا للحج والعمره. اهلا بيك يا استاذ ناصر. استاذ ناصر يا استاذ ناصر. ايوه اهلا اهلا اهلا. أيوة. اهلا ازاي الصحه؟ اهلا استاذ يوسف. عامل ايه يا استاذ ناصر؟ الله يخليك. النهارده الليله الكبيره عند السيده زينب. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب وانا في مكه اهو بدعي لك. الله والنبي تقولها نصا كده ربنا يديك على قد نيتك يا يوسف يا ابن تحية عبد الوهاب. ربنا يديك على قد نيتك ويحفظ مصر ويحفظ المصريين وتكون احسن سنه ان شاء الله على المصريين. اللهم كلها. امين اللهم امين. استاذ ناصر ايه اللي بيحصل في حكايه تجاره ريال في السوق السوداء وتجاره الحج والعمره في السوق السوداء؟ دي حاجه غريبه جدا. حضرتك الكلام ده احنا كتبناه مرارا وتكرارا ان السوشيال ميديا اصبحت ما فيهاش رقابه للمواطن البسيط اللي بيتنصب عليه دوريا على مدار سنين فاتت. لو رجعت هتلاقي ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا. طب انت نظمت الحمد لله نجحت تنظم اشياء كتيره جدا منها الاعلام بقى كل المواقع مرخصه والحمد لله بقت في انضباط. انما مواقع السوشيال ميديا دي احنا نشدنا الاجهزه الامنيه ونشدنا وزاره الاتصالات مرارا ان يا جماعه ده كلها نصب كلها اشياء بتضر بالاقتصاد القومي لان هو بينصب على المواطن فعلا. طبعا في كميه مواقع وكميه ناس على السوشيال ميديا دلوقتي بيطلعوا حتى السعوديه وبتصور فندق وبتصور لي الطواف وبتصور يعني بتحس ناس بالروحانيات وهي لا تملك لا ترخيص ولا تملك حساب بنكي ولا تملك شيء. طب تطلعيهم ازاي؟ انت ما بتقدريش تعملي تاشيره اصلا لان احنا عندنا منظومه اسمها بوابه العمره. يعني الخروج نفسه منظم. صح. دول بيخرجوهم عن طريق دول ثانيه بتاشيرات ترانزيت، بيخرجوهم بتاشيرات زياره شخصيه، يعني العمليه بقى فيها عشوائيه بحته. فاحنا كتبنا لمعالي الوزير ان احنا محتاجين لجنه برئاسه الوزاره وعضويه الاجهزه الامنيه لمراقبه كل المواقع وعمل الضبطيه على تلك الاشياء التي تحدث للاضرار بالمواطن والاقتصاد. فلغايه دلوقتي احنا ما تلقيناش اي منظومه ان احنا نشتغل فيها، احنا بنبلغ الاجهزه بقالنا سنين. انا نفسي الموبايل بتاعي فيه ملايين ببلغ بس ما حدش عمل حاجه. طيب هل ماسك الوقائع دي؟ هل 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 لازم انا اظن يتعمل اجتماع مع معالي وزير السياحه بحضور ممثلين عن وزاره الداخليه بحضور ممثل عن وزاره الاتصالات؟ يعني لازم يتعمل الاجتماع ده علشان نشوف بالظبط ايه اللي ممكن يتعمل. لازم حضرتك لجنه دايمه لشرطه السياحه والاتصالات ومباحث الانترنت ووزاره السياحه
وكل المهتمين ان يحمي المواطن. انا اضم صوتي لصوتك جدا في انه ده يجرى، اعمل اي حاجه، اضم صوتي لصوتك في ان ده يجرى. بس انا عندي سؤال بقى، هو الناس دي بتنصب ازاي في العمره؟ رفعنا تقرير بالموضوع، رفعنا تقرير، يا ريت يردوا علينا، احنا مستعدين نعمل اي حاجه. احنا عملنا حمله، هبعت لحضرتك الحمله، احنا صرفنا 3 مليون جنيه الحمله لتوعيه المواطن. طب هو اكثر من هو الناس دي بتنصب ازاي يا ناصر بيه؟ حضرتك هو بيغري المواطن البسيط بسعر رخيص جدا، وبعد كده ما بيجي بيقول له لا اديني الفرق، اصل الريال زاد، اصله كذا، اصله كذا. وبقت العمليه عشوائيه بحته. طب وهو هيجيب المواطن ازاي؟ يعني هيجيب له منين تاشيره؟ ما بيجيبه بالسوشيال ميديا حضرتك. لا يعني بقصد علشان المواقع السوشيال ميديا. انا فاهم، هو بيصطاد عن طريق السوشيال ميديا، لكن هيدخله ازاي لاراضي المملكه العربيه السعوديه؟ يعني هيجيب له ازاي تاشيره للعمره؟ حضرتك دلوقتي بقى في تذكره اسمها تذكرتك، تاشيرتك، بيطلع ترانزيت 4 ايام. دي بالنسبه لك تاشيره الزياره الشخصيه دي اللي احنا بنشوف لها علاج بقى لنا سنه مش عارفين ندي قرار فيها. لان العمليه صرفت حجه فوق ال 200,000 بمخالفين للتعليمات السعوديه، ودي عملت لنا ازمه طبعا. والبعثه المصريه تعلم ذلك وكتبوا تقرير. طب فين النتائج؟ طب عملتوا ايه؟ انتوا كتبتوا تقرير، طب فين الاكشن؟ فين القرار؟ فين العقوبه؟ مفيش عقوبة. طب ما خلاص بقى المحترم يقول لك طب ما نطلع مع شركة سياحة منظمة ليه؟ ما نطلع على الراجل ده. بقى الراجل ده بقى أفضل من أي حاجة مرخصة. أنا أطلع مع واحد لا أعرف له أول من آخر، ولا عارف له تاريخ، ولا عارف له مكان، أطلع معاه؟ ما ينفعش برضه. أنا أطلع مع شركة معروفة. ما هو حضرتك ومرخصة. حضرتك العالم الافتراضي بقى هو الأساس دلوقتي، مش العالم الحقيقي. العالم الافتراضي هو دي الإشاعة، وعاملين لي مواقع للعملة، وعاملين لي أبليكيشن للعملة. العملية أنا مش فاهم حاجة، أنا مش فاهم حاجة. يعني ده أبليكيشن العملة ده حدوتة، لازم ضرب بيد من حديد، لازم عقوبات. ما عندكش ترخيص يبقى لازم تتعاقب، القانون بيقول كده. وأصحاب الصفحات دول لازم يتجابوا، ثم تغلق الصفحات إلى آخره. يعني أنا أشكرك مرة تانية ناصر بيه، كل الشكر. أستاذ ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة. تخيل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة نفسه بيقول لك إحنا مش عارفين نسيطر على الناس دي. الراجل بيشتكي. ومن هنا يمكن، وده جزء من أدوارنا يعني كصحفيين أو مذيعين إلى آخره، أنا ما بحبش كلمة إعلامي دي أبدا، عمري ما حبيتها. المهم يعني هي بالمناسبة ما فيش عندنا مصطلح موازي لكلمة إعلامي في أي لغة، ما فيش حاجة اسمها كده يعني. حاجه اسمها انكر وبريزنتر وتي في هوست وتي في جورنالست، مفيش حاجه اسمها اعلامي دي. مهم يعني لا، هو احنا فعلا لازم نتحرك. وانا الحقيقه اناشد، ادعو، ارجو كافه الاجهزه المعنيه بده، انه احنا لازم نتحرك ضد هذه الصفحات فورا. نعمل الفخ، نجيب العيال دي، الصفحات تتقفل، والمواطن تاني محدش سليم يعمل إعلام بالشكل ده. مفيش حد دغري يعمل إعلام بالشكل ده أبدا أبدا. مفيش حد دغري ينصب في حج وعمرة يا جدعان. إزاي يعني؟ يعني أروح علشان يعني أقوم بشعيرة ألاقي إنه بعملها عن طريق نصب؟ يعني واحد بيعملها لي نصاب؟ يعني إزاي تثق فيه؟ تثق في واحد يا راجل؟ انا واحد من الناس، انا ما اشتريش قلم رصاص من على فيسبوك، والله العظيم ما بهزر، ما اشتريش قلم رصاص. ليه؟ انا ما اضمنوش، انا اعرفه منين ده؟ انا اخد بعضي انزل المكتبه، اروح اشوف القلم وانقيه، واخد القلم اللي بيتحط كده عينه واجربه تمام 100 فل، اشوف صناعه ايه، جودته ايه، بكام اقدر عليه، ما اقدرش انقي بديل، الى اخره. ده اللي انا اعرفه، وده اللي اعرفه، وانه يجب انه يتعمل في اي سلعه او خدمه حضرتك بتروح تعملها. لكن عمياني كده؟ حضرتك مستعد تاخد بعضك وتركب عربيه، ولا تاخد مواصله وتطلع على طريق السويس عشان يتنصب عليك، ولا تتثبت، ولا عيل مالوش لازمه ينكتك في في في, في كليات بعد الشر؟ يعني ايه ده؟
خلي بالكو تاني، خلي بالكو. وبتوع السوق السودة حبايبي مش هتصعبوا عليا خالص بصراحة. فاصل ونكمل الكلام. طيب اتحاد منتجي الدواجن قالوا يا جماعة احنا عندنا توقعات بحدوث الانخفاض التدريجي لأسعار الدواجن، لكن ده مرهون بثلاث عوامل. طيب اذا حدث التراجع طبقا للكلام اللي قاله الاتحاد، قالوا يحصل التراجع خلال 40 يوم مش بعد 40 يوم. طب خلونا هنا نفهم حول هذا الموضوع من دكتور ثروت الزيني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ يوسف بالصحه يا فندم. عامل ايه يا دكتور ثروت؟ الحمد لله يا فندم الحمد لله. الدواجن يا دكتور ثروت؟ والله تمام، الدواجن بخير الحمد لله. يا رب تفضل دايما بخير وبصحه وبسعاده وتربرب بس ترخص. والله سعادتك انا عايز اقول حاجه، في ظل الازمات والتحديات الغير مسبوقه، وتحت الغير مسبوقه دي يعني نحط كلام كتير جدا، فعلا صعبه، بدانا بكورونا والاغلاق، ثم النهارده حروب، ثم النهارده غزه، ثم باب المندب، ثم تداعيات كتيره جدا. الحمد لله عندنا غذائنا، عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، عندنا اكتفاء ذاتي من البيض. في شويه تحديات طبعا احنا كلنا متاثرين ومش راضيين عن اسعار الدواجن المرتفعه ولا اسعار البيض المرتفعه، ان طبعا ده يعتبر البروتين الاول والاساسي. المواطن لما بيهرب من اللحمه واسعارها، الملاذ له هو الدواجن، فلازم نعترف ان يعني الحمد لله ان في اكتفاء ذاتي، في شويه تحديات، في صعوبات. 75% من التكلفة أعلاف، الأعلاف مرتبطة بالنقل الأجنبي، في صعوبات كبيرة جدا في النقل في الفترة اللي فاتت، أتمنى إن طبعا تتحل، إنها ليها تأثير مباشر جدا على التكلفة. إن توازن الأسعار وتراجع الأسعار لن يتأتى خدم الإنتاج. الحمد لله عندنا ميزة السرعة، سواء دواجن حية أو بيض طازج، لا يوجد أي شكل من أشكال التخزين فيها ولا شكل من أشكال الاحتكار، بتتباع يوم بيوم، وجبة بوجبة، الفراخ بتطلع يوميا من المزرعة الفجر أو الصبح على المحلات على الاستهلاك، فما فيش تخزين، ما فيش احتكار فيها زي سلع تانية مش عايز نذكرها، لكن هيجي الإتاحية والإنتاجية هي اللي هتعمل توازن وتراجع في الأسعار. الحمد لله يمكن أيام اللي فاتت كان في تراجع كبير جدا في النقل الأجنبي، للأسف أستاذ يوسف النقل الأجنبي تحول من عملة إلى سلعة. طيب. واللي له واللي ما لهوش فيه حلو، بدأ النهاردة ده كلنا لمسينه وعارفينه بالقطع دكتور ثروت، لكن وانا عارف وحضرتك يمكن شرحت لي في مره من المرات قبل كده انه التكلفه بتاعه الدواجن زي ما حضرتك قلت كده تقريبا 70% منها علف. لو سعر النقد الاجنبي في السوق الموازيه زاد النهارده الصبح، الاقي فورا سعر الدواجن نط لفوق فورا، يعني النهارده بعد الظهر على طول، يعني ما بنترحمش. لما سعر النقد الاجنبي هبط ولا كان في حاجه، ليه بقى؟ يعني ليه اول ما يزيد الاقي بسرعه القرارات بتاعت رفع الاسعار، ليه اول ما يقل الاقي نفسنا قاعدين ساكتين ومش واخدين بالنا؟ الكلام سعادتك صحيح بنسبه، لكن مش ب 100%. اول ما النقد الاجنبي بيزيد، واخد بال سعادتك، الخامات بتزيد. يعني هو احنا بنستورد، احنا بنستورد علف كل يوم يا دكتور ثروت؟ يا فندم. ازاي؟ بمعنى كل البضائع الموجودة في المواني سواء ذرة أو صويا في بضاعة ملك الغير، يوميا بيتم النهاردة تقديم مستندات للبنوك، يتم الإفراج عنها بسعر النقد سواء إكس أو واي أو زد، بيتم الإفراج عنها بصفة يومية. فالبضاعة الموجودة في المواني النهاردة المخزون لمدة شهر شهر ونص موجود حوالي 750 ألف طن ذرة، حوالي 350 ألف طن بذرة. حلو. دول ليس ملك المستوردين. وبالتالي لو سعر النقد في السوق الموازية زاد النهاردة يومية، فأنا هروح مدخل كده العلف غالي، صح؟
طيب ولو كده. ولو سعر النقد الاجنبي قل النهارده ادخل العلف رخيص بالظبط كده. طيب ما ده ما بيأثرش على سعر الدواجن، بلاقي سعر الدواجن دولة الدواجن زي يثبت على الغالي بقى. لا دولة الدواجن زي ما سعادتك عارف انها 35 40 يوم. الفتره اللي فاتت كان في النهارده تكالب على العلف عشان النهارده الناس خافت النهارده العلف ما يتوفرش او اسعاره بيزيد بشكل يومي. في خبر كويس ان الذره تراجعت حوالي 2000 جنيه في اليومين اللي فاتوا. الصويا تراجعت حوالي 6000 7000 جنيه خلال اليومين اللي فاتوا. كويس. فاذا النهارده الخامات تراجعت، الدواجن كمان كان ب 94 النهارده 86. ما احنا بننزل السوق، احنا بننزل السوق ما بنلاقيش كده يا دكتور بصراحه. انا بتكلم على سعر المزرعه. كل ده بالنسبه لي رائع. انا كمستهلك اللي يهمني دايما سعر السوق مش سعر المزرعه. انا هتوصل لي السلعه بكام؟ يعني حضرتك قلت لي انه سعر الدولار زاد النهارده يبقى سعر العلف زاد النهارده، سعر الدولار قل النهارده يبقى سعر العلف قل النهارده، وبعدين رجعنا طب ما انا عندي الدوره الانتاجيه 35 او 40 يوم، لكن في الزيادات محدش بيعتبر الدوره الانتاجيه، بيعتبروها كانها مش موجوده فبيزودوا، لكن لما السعر ينخفض يقولوا لنا اصل الدوره الانتاجيه. ما انا عايز معيار ثابت اتحرك عليه، يا دوره انتاجيه يا مش دوره انتاجيه، يا سعر العلف يا مش سعر العلف. التجار تحديدا، انا هنا مش بتكلم على المنتجين زي حضراتكم يا دكتور، لكن انا بتكلم على التجار قاعدين بيلعبونا. الكلام صحيح سعادتك، بس انا عايز اقول حاجه. الدواجن لما النقد الاجنبي نزل 72 ساعه اللي فاتوا، الدواجن نزلت من 94 سعر المزرعه، نزل واخد بال سعادتك 86، وده بالتالي هينعكس على سعر سوق الدواجن بكره وبعده. ولو يعني في تجاوب النهارده في الاسعار، لكن هي المهم النهارده ان مفيش، هل في تغيير في الدواجن؟ هل في النهارده احتكار؟ بس التداول ده بيتضاف على السعر العالي، بيتضاف على السعر المنخفض، بيتضاف. مش تخزين بمعنى كلمه التخزين، لكن بتبقى مبرده مش مجمده. يعني بتتحط لا هي نسبة بسيطة جدا، 95% من الدواجن بتتباع حية، 95% منها بيتباع للمحلات. هل حضراتكم ك يعني اتحاد منتجين بتتابعوا الأسعار بتاعة السوق للمستهلك؟ لا يا فندم، احنا شغلتنا اتحاد منتجي الدواجن، شغلتنا الإنتاج كويس. والإنتاج فقط، لكن التداول النهارده وحلقات التداول ده يخص جهات طيب. اخرى او وزارات ده اخرى ده يخليني هنا هسال بقى، هو مفترض انه فرق السعر حتى ولو بالنسبه المئويه ما بين سعر المزرعه وسعر المستهلك مفترض ان هو يتحرك في نسبه من كام لكام؟ بص سعادتك بيختلف من حوالي يعني بيضاف على كيلو من باب المزرعه لحد المستهلك من 7 جنيه ل 10 جنيه حسب المنطقه، وبتاع الصعيد غير بتاع بحري غير بتاع القاهرة، يعني حسب عدد حلقات التداول اللي بياخد من محل غير اللي بياخد من سوبر ماركت اللي طب بياخد النهارده بتختلف. مش ده معناه انه لو السعر بتاع مش ده معناه ان لو سعر المزرعة 86 يبقى ده بقى المفروض يوصل لي انا كمستهلك ب 96 يعني الحد الاقصى، وده فعلا هيسمع بكرة، وده فعلا السعر ده هيتسمع بكره. من يومين ثلاثه كانت وصلت ل 103 و104 و105. ده اليومين الثلاثه دول اللي اتهبت فيهم الدولار هبده صح؟ بالظبط كده. كان المفروض يسمع من بدري. نتمنى يا استاذ يوسف بعد اذنك الاستمراريه، يعني النهارده الناس تحس باطمئنان، في ثبات النهارده في اسعار النقد الاجنبي، في ثبات النهارده في اسعار الاعلاف. الاطمئنان والثبات ده هيعمل اطمئنان للمربي وللمنتج ونعرف نشتغل. لكن يوم يرتفع بدون مبرر ويوم ينخفض بدون مبرر، يعني التشوهات دي بتعمل نوع من القلق، واحنا بنتكلم في ماده حيه وبنتكلم في عنقود بيض. الثبات والاستمرار والاستدامه لتوافر الاعلاف باسعار مناسبه هو المفتاح الاساسي لتوفر الانتاج وتوازن الاسعار. والله يا مسهل احنا هنتابع وبرضو هنقول لكم يعني، ودايما هنرجع لحضرتك يا دكتور، هنشوف بكرة وبعده ان شاء الله يا رب يوم السبت
بس يعني نلاقي انه في تأثير واضح على سعر البيع للمستهلك. اشكرك جدا دكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. طيب دكتور ثروت قال جملة لطيفة جدا، قال انه الفرق بيبقى من 7-10 جنيه على الكيلو. طب الفرق ده لو من فين لفين؟ الفرق ده من المزرعة حتى يصل الى المستهلك الامير الطيب. الواقع ما بيقولش كده. دكتور ثروت قال استنوا بكرة وبعده هتشوفوا، احنا منتظرين يعني ان غدا لناظره قريب. بكرة ده هنقول الصبح، سيبك مننا فاضل ساعة الا 9 دقايق، لكن هقول الصبح 10-11-12 الظهر نشوف السعر هيسمع ازاي. المعاناة بل كل المعاناة في فلسطين، فلسطين والإنسان الفلسطيني بشكل عام والطفل الفلسطيني بشكل أكثر خصوصية بل وأكثر ألما، أصبح رمز لمعاناة الإنسانية على مستوى العالم، رمز للمعاناة الحقيقية، المعاناة الذي يحاط بها الإنسان الفلسطيني طفله يعاني من كل الجهات، يعاني لأنه لا يستطيع أن يذهب للمدرسة لأن المدارس ضربت، وإن ذهب يقتل لأن المدارس تقصف، وإن أصيب يذهب للمستشفى فلا يجد مكانا فيعالج على أرض باردة، وإن عولج تقصف المستشفى، حتى وإن استقل سيارة إسعاف، حتى وإن بقى في بيته فلم تعد هناك بيوت، حتى وإن نصب خيمة ليبيت فيها ليلة ولو واحدة يقتل. انقذوا الأطفال من الموت، معاناة الصحفي الفلسطيني الزميل أنس النجار بعد سنوات طويلة من إنجاب بدون إنجاب، رزق الزميل أنس بتوأم أمير وفرح، أمير وفرح هذا التوأم الجميل، ملائكة بين البشر، وتلك هي عادة الأطفال لديهم الكثير من المشاكل الصحية. أنس النجار يبحث عن المساعدة، أنس النجار يريد أن يرسل أطفاله إلى مصر العظيمة، الأم والشقيقة والرائعة مصر. الكل أتى إلى مصر والكل يأتي إلى مصر وسيأتون. زميل العزيز صحفي الفلسطيني أنس النجار، أهلا بيك. أهلا وسهلا فيك، الله يسعد مساك ويسعد مسا كل المتابعين والمشاهدين. أهلا يا حبيبي أنس، يعني قل لي أخبار الولاد إيه؟ أخبار التوأم إيه؟ والله الحمد لله نحاول نكون بخير، يعني هم حاليا إحنا أنا وكل العيلة يعني أنا وأهلي نازحين في خيمة في مواصل مدينة رفح، هاي المدينة أو هاي المنطقة اللي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنظر المواطنين هم يتوجهوا لها، لأنه الأماكن الثانية ستصبح ساحة قتال، ولكن ما يحصل الآن هو عكس كل ما يروج له الجيش الإسرائيلي من ساعات الصباح الأولى، ومدينة رفح تتعرض لقصف عنيف. آخر قصف كان قبل ربع ساعة من الآن لمنزل يعود لعائلة أبو عكر في مدينة رفح في منطقة تل السلطان، قبل ساعتين من الآن كان هناك استهداف بجوار الحدود الفلسطينية المصرية، وفي هذا الوقت كان هناك عدد من شاحنات المساعدات وسائقين مصريين متواجدين في المعبر خلال لحظات هذا القصف. ناهيك عن التهديدات المستمرة باجتياح مدينة رفح من قبل الجيش الإسرائيلي، هذه المدينة متواجد فيها حاليا قرابة 1.5 مليون من سكان مدينة غزة، نتحدث عن أكثر من نصف سكان القطاع متواجدين الآن في مدينة رفح، والجيش الإسرائيلي يهدد بدخول مدينة رفح ويهدد بعملية عسكرية في مدينة رفح. الأولاد صحتهم الأولاد
صراحة أنا خليني بس أشرح لك القصة. تفضل. الأولاد أجون عن طريق الحقن المجهري أو الزراعة، يعني أطفال أنابيب حبيبي. بعد سنوات من التأخر الحمد لله على كل حال، ولدوا ولادة مبكرة، كان وزن الطفل فيهم كيلو 300 جرام. قعدوا فترة في الحضانة، كان عندهم مشكلة في الجهاز التنفسي، يعني الحمد لله أمير ابني للأيام هذه كل فترة والثاني لازم يقضي فترة في المستشفى بسبب المشاكل اللي عنده. كانوا بياخذوا حليب خاص وغذاء خاص لأنه كان وزنهم قليل جدا. اليوم بسبب الحرب مش متوفر أي شيء في الصيدليات، يعني أنا مستعد أدفع عشرات أضعاف المبلغ اللي أنا أدفعه للأكل الخاص فيه والحليب، ولكن مش موجود. فبضطر للأسف إنه أي شيء متوفر إنهم يأكلوه، وهذا الإشي متعبهم كثير ومتعبني كثير معاهم كل يوم والتاني، وأنا مخدم على المستشفيات. يعني إما حبوب بتظهر على جنودهم أو أمراض النزلات المعوية أو أمراض الجهاز التنفسي. فصراحة يعني أنا خايف عليهم كثير 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 كثير، يعني وهم مثال بسيط للي بصير مع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عام، والحمد لله على كل حال. طيب إيه إيه اللي بتقترحه وإيه اللي أنت عايزه يا أنس؟ أنا صراحة يعني اللي أنا عايزه إنه بدي أطلع فيهم على مصر. ليش؟ لأنه أنا يعني مش هتغلب في أي شيء ممكن أجيبني إياه، يعني الأكل الخاص فيهم هيكون متوفر، الحليب الخاص فيهم هيكون متوفر، لو حدا فيهم لا قدر الله تعب في مستشفى تستقبله. اليوم المستشفيات اللي إحنا عندنا بس بتستقبل الجرحى ومش قادرة كمان للجرحى. فأي أي حالة بتروح للمستشفى مش جريحة ومش مصاب، يعني بقول له بعينك الله تحمل، احنا في وضع يلا نقدر نتعامل مع الجرحى والمصابين اللي بيوصلونا. فللاسف ما في اهتمام بالمرضى اللي بيجوا على المستشفيات، في مرضى كثير بعانوا في غزه. فانا بدي اطلع فيهم على مصر لهذا السبب، انه انا الاقي الغذاء الخاص فيهم، الحليب الخاص فيهم، زي ما حكيت لك لو لا قدر الله حدا تعب فيهم اقدر اوفر له رعايه صحيه. بعد الشر عنهم. يعني انا بس هستاذن زميلي عبد العظيم مخرجنا الرائع جدا يحط لي الصوره بتاعه انس وهو شايل امير وفرح على الشاشه الكبيره دي كده، وتبقى جنبنا. لا اريد ان نترك الصوره بعيدا عن اعين ملايين المشاهدين يا حبايبي. دي صورتهم وهم لسه صغيرين هنا. ده الاستاذ امير، لعله يصير صحفيا هماما زي ابويا انس. ان شاء الله نعمل ذلك. يعني أنس يعني يا زميلي ويا صديقي، معاناتي مثل معاناة كثير من الأطفال، فأنا يعني بناشد كل حدا بيقدر إنه يطلعني أنا. ويعني أنا كنت أول إشي لو أطلعهم هم وزوجتي، ولكن زوجتي صغيرة في العمر ما بتقدر تتعامل مع الوضع هذا في الغربة لحالها. فإنه أنا بناشد إنه أي حدا بيقدر يطلعنا بيعمل فينا معروف ويعتذر الأطفال هذول يعني زي أطفال. أكيد، ومما لا شك فيه. وأنس يمكن أنت عارف أن احنا هنا يعني برنامج التاسعة ده في القناة الأولى المصرية، وهي القناة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ومن داخل مبنى ماسبيرو العظيم والعريق. ثق أن صوتك يصل 100%، صوتك يصل. وإحنا من باب الزمالة ولكن من قبلها أيضا الإنسانية، إحنا هنساعد في إيصال هذا الصوت وفي هذا الطلب، ولن أصفه أبدا برجاء حتى وإن كان رجاء الأب لأجل أبنائه، ولكن اعتبرها يعني طلب الأخ والزميل أنس إلى أشقائه أصدقائه المصريين. نحن نقدر ندخل أمير وفرح ينوروا مصر. أمير، هذا الشاب الوسيم الرائع، رجل صغير بكرة نشوفه رجل كبير ورائع وناضج في فلسطين المستقلة بأمر الله سبحانه وتعالى. فرح نشوفها ست البنات، ما تقلقش يا أنس، ما تقلقش. شكرا لكم. يعني كل فلسطين في عينين المصريين، والله المصريين على راسي من فوق. العفو، 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 أنتم في عينينا.
صراحة يعني كل كلمة الشكر ما بتوفيكم والله. لا يا حبيبي ما فيش حاجة اسمها شكر ما بين الإخوات أبدا، عمرها ما حصلت ولا هتحصل. على رأسنا وإحنا هنتواصل معاك وبإذن الله الصوت يكون وصل، وبإذن الله إحنا هنساهم أكتر في إيصال الصوت وإيصال طلبك بإذن الله، ونجدهم إن شاء الله موجودين عندنا منورين مصر بأمر الله سبحانه وتعالى. شكرا زميلي العزيز أنس النجار الصحفي الفلسطيني من الأراضي المحتلة. مصر قبلة المريدين، قبلة المحبين، ومصر دائما ملاذ المعذبين. بصوا، لا احنا ولا انتوا، كل العرب لينا غير مصر والله، بكل المحبة والتقدير لكل الأوطان العربية، بس كلنا ملناش غير مصر، التاريخ والواقع هو اللي بيقول كده. طيب خلينا نروح لمعرض الكتاب. وزيرة الثقافة المصرية تعلن جوائز معرض الكتاب وتختار أنا بقى سعيد جدا بالجائزة دي، تختار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56. ليه بقى أنا سعيد؟ أنا أقول لك ليه سعيد. أنا سعيد لأنه أي حد يعني يمكن يكون مهتم شويتين بالأدب يعلم جيدا أنه القصة والرواية والشعر والنثر في عمان رائع وجميل، وهناك في حركة أدبية، ودي مش جديدة، احنا بنتكلم على سنين طويلة في سلطنة عمان من الحركة الأدبية الرائعة. عندهم مجموعة من أروع وأجمل وأرشق الأقلام في الوطن العربي الحقيقة. معانا على تليفون الشاعر الكبير أستاذ جمال القصاص، وهو الحاصل على جائزة الشعر في معرض الكتاب عن ديوان كانت هنا الموسيقى في شعر الفصحى. فإحنا معنا على التليفون أستاذ جمال مش كده؟ كانت هنا موسيقى. موسيقى؟ تخيل زملائي الأعزاء ولكن لهم مني نصيب وافر كتبوها بالألف واللام. النكرة أكثر تعميما من التعريف في هذه الحالة. كانت هنا موسيقى يا أستاذ جمال. يعني أولا نقول طبعا بالتأكيد مبروك على الجائزة، ده مما لا شك فيه، لكن ماذا يمثل معرض القاهرة الدولي للكتاب للأستاذ جمال، وماذا تمثل هذه الجائزة ليك يا فندم؟ معرض القاهرة الدولي طبعا بالتأكيد عرس سنوي، على الأقل بيذكر الناس إن في كتاب وإن في ناس وفي في عناوين كثيره جدا من المعارف الانسانيه الشتى، يعني من شتى اطياف الادب والعلم والفن والتاريخ والجغرافيا وحتى كتب الاطفال. يعني هو منافسه عشان يعلن الكتاب اساسا قيمه حقيقيه في وجدان الناس وجدان البشر اساسا، وانه اصلا اساسا الكتاب الورقي هو اساسا احد هو القادر ان يعقد صداقه حقيقيه مع القارئ. اما الكتب بتاع الميديا والكتب بتاع الانترنت فهي اساسا عابره ومرهقه جدا في القراءه، لكن انت تقتني الكتاب يعني تصنع مع كل صفحة تفتحها تشم رائحة الكتاب. صح الكتاب. أتفق. يعني أساسا اللمس قيمة معرفية، اللمس في الحياة قيمة معرفية طبعا، وهو جزء من الخبرة العملية أساسا. لما تلمس الأشياء تحس بوجودها، وبالتالي بتحس إن وجودك بينعكس عليها. يعني لا شك فيه. فمن هنا في أهمية الكتاب، أهمية الناس تلمس الكتب، تشم رائحة الحروف، تشم رائحة يعني تجدد هذه الأنس. من هنا أهمية معرض خرج الكتاب عرس سنوي. الذكريات الشخصية مع الكتاب، يعني أن يكون الكتاب ملكي أقتنيه موجود في مكتبتي على هذا الرف أسحبه وقتما أشاء، هناك ذكريات، هناك أحداث، هناك شخوص طبعاً متعلقة بهذا الكتاب. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد، لأنه أصلا يعني الكتاب
يعني قصة معرفة، قصة حياة، يعني سواء أساساً في الأدب أو الفكر أو في الفن أو في الفلسفة، قصة حياة. يعني أساساً هو صديق معك زي ما أنت حسب ما حضرتك أشرت فعلا أنت يعني تصحبه من رف المكتبة يعني تتزوج منه الزاد الذي تحتاج، ثم أصلاً طلعوا بعناية فوق هذا الرف. طبعاً هي علاقة تجاور وتقاطع في نفس الوقت. صحيح. أنا بشكرك جدا شاعرنا الكبير أستاذ جمال القصاص، ألف مليون مبروك مرة تانية على هذه الجائزة. كل الشكر ليك يا أستاذ جمال. يعني يا بختنا إن احنا نسمع صوت أستاذ جمال القصاص معنا على التليفون في برنامجنا التاسع. عايز استأذنكم إن احنا هنروح لفاصل، وأعتقد إنه بعد الفاصل آن الأوان لفقرتنا الرئيسية. وفقرتنا الرئيسية من العراق، دكتور أحمد الزبيدي رئيس تحرير مجلة الأديب العراقية. نتحدث بقى عن الثقافة العراقية والشارع الثقافي العراقي وشارع المتنبي يا دكتور أحمد. وأنا كان لي حظ رائع في أن أنا زرت شارع المتنبي مؤخرا عندما كنت في بغداد، فأعتقد هيبقى حديث رائع مع الأستاذ الدكتور أحمد الزبيدي، وقد يمتلئ أيضا بالعديد من الذكريات في هذا الشارع العظيم الذي كان محلا للأدب والمعرفة في بغداد. ويا جمال بغداد. فاصل ونكمل الكلام. سلطنة عمان تحرص على الدوم أن تشارك في معرض الكتاب بشكل سنوي، وهذا انعكاس للعلاقات المتميزة بين البلدين ولمكانة مصر وأهميتها ولدورها في نشر الوعي الثقافي بين شعوب العالم. مشاركة السلطنة هذا العام أو العام القادم ستكون كضيف شرف للمعرض القادم، وبالتالي ستكون المشاركة مختلفة عن المشاركات السابقة. ستكون هناك إصدارات جديدة في مختلف المجالات ستعرض من خلال المساحة التي سيخصص لضيف الشرف. عمان إن شاء الله ستكون حاضرة بتاريخها وبحضارتها وبثقافتها وبالفعاليات العمانية الثقافية بإذن الله تعالى. هذه الدورة عدد زائرين كبير، عدد كتاب كبار، قضايا كبيرة، احتفاء بالقضايا الوطنية كان من أبرزها الاهتمام بقضية فلسطين بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية ومع تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين. هذه الدورة تعكس قوة الدولة المصرية، لأن مؤسسات الدولة المصرية كلها سخرت من أجل هذه الدورة. بالتأكيد أيضا أن عندما يولي فخامة السيد رئيس الجمهورية رعايته لهذا المعرض، الجميع كان على قدر المسؤولية أن يكون هذا المعرض يليق بمصر، فهذا معرض مصر، مصر قرأت، العالم قرأ في مصر. الحمد لله فزت بجائزة أفضل كتاب نقدي في معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة 55 منوصفة. الدورة السنة دي الحقيقة بتحقق منجز مهم، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الحضور الجماهيري والإقبال الجماهيري، خاصة أنها بتتواكب مع مجموعة من الأحداث المهمة زي اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، ذكرى 50 سنة على وفاة طه حسين طبعا، بالإضافة لاحتفائها بشخصية مهمة زي شخصية الدكتور سليم حسن العالم المصري الكبير في مجال الآثار. هي النهاردة بنشرف بعقد هذه الندوة حول التحديات التي تواجه العمل الدعوي في العصر الرقمي. هذه الندوة ضمت مجموعة من خيرة خبراء الدعوة الإسلامية وأساتذة الجامعات الذين تحدثوا عن التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية في العصر الرقمي وانتشار التكنولوجيا الحديثة
وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، كيف للدعاة أن يواجهوا هذا العصر الرقمي؟ أنا جاي مع بابايا، جاي عشان بحب الأنشطة الجديدة وبحب أقرأ عن الفضاء وبحب أقرأ قصص كتير. يعني المعرض حلو جدا وهدف منها أهداف كتير، والمجلة بتعمل مجلة علاء الدين بتعمل فيه ورش، بتعمل فيه ورشة حكي وبتعمل فيه حاجات كتير. أنا بحب المعرض جدا عشان فيه كتب مفيدة وقصص مفيدة جدا، وفي كمان مش كتب بس وقصص، في كمان كتب تلوين وفي حاجات كتير قوي بتفيدني. ضيفنا العزيز داخل الاستوديو دكتور احمد الزبيدي، رئيس تحرير مجله الاديب العراقيه. اهلا وسهلا. اولا اهلا بك سيدي الكريم. ثانيا انا متشرف جدا جدا جدا، خصوصا انه دكتور احمد اول ما سلم عليا واحنا داخلين الاستوديو فقال لي انا كنت اتابع محاوراتك الاذاعيه مع مراد وهبه، مع دكتور مراد وهبه، ربنا يديله يا رب الصحه وطولة العمر. فانا فوجئت، قلت له ايه متابعني انا وكمان يعني انك تتابع الدكتور مراد وهبه ده طبيعي، لكن انا يبقى يا بختي. اي لا، ده انا شفت كل هذه المحاورات الاذاعيه، لدرجه انه دكتور احمد متذكر الكثير من المقاطع والمناقشات التي دارت. فطبعا وجب الشكر ويا بختي جدا يعني جدا. الشرف. وهنا عايز ارجع الاول في بدايه ومستهل الحديث، المعرض السنه دي احتفى بنزك الملائكة، وهذا احتفاء في رأي المتواضع عظيم بالأدباء والمثقفين والتنويريين العرب. كان سهل جدا أنه تبقى الشخصية الوحيدة في المعرض شخصية مصرية، لكن القائمين على المعرض كان عندهم رؤية أخرى، وأنه بجانب الشخصية المصرية يكون لدينا شخصية عربية بحجم نزك الملائكة. شفت ده إزاي؟ يعني طبعا شكرا وسعادة كبيرة أن أتحاور مع حضرتك في القاهرة اللي هي عاصمة الثقافة العربية التنويرية كما تفضلت في بداية الحديث. أعتقد أن الاحتفاء بنزك الملائكة ليس اعتباطا أن يكون في القاهرة وفي مئويتها، لنتذكر جيدا بأن أول قصيدة حرة كتبت في الشعر العربي الحديث يعني في مرحلة الحداثة هي قصيدة الكوليرا، كانت عن مصر ونشرتها في مجلة العروبة في ديسمبر عام 1947. فنازك هي منذ أول قصيدة كتبتها عن القاهرة، عن مرض الموت الكوليرا، فكوليرا الموت تحول إلى كوليرا الحياة، أنتجت هذا الموت أنتج حياة، تحول كبير في تاريخ الشعر العربي هي في القصيدة الحديثة. وشاء القدر، يعني من اعتاد على صفة مات عليها، أو من أحب عمل قوم حشر معهم، أن يكون جثمان نازك الملائكة في القاهرة. يعني وما يدريك قد يكون جسد نازك بجوار جسد أحد ضحايا مرض الكوليرا في مصر. فسعدت كثيرا بالدعوة أن أشارك في الحديث عن نازك الملائكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ووجدت أن النقاد والكتاب المصريين يعرفون كل تفاصيل نازك الملائكة في سيرتها في بنائها الفني، وكتب الكثير عن نازك الملائكة، لكن من خيرة من كتب عن سيرتها وعن أدائها الفني هو الكبير جابر عصفور، خاصة في كتابه الأخير تحولات شعرية، ذكر كيف لقائه الأول مع نازك الملائكة في أيام كانت مشرفته سهير القلماوي. فهذا العشق ليس فقط يتوقف على المستوى الذاتي، دليل على أنه الثقافة عابرة للحدود، حين تكون ثقافة تنويرية التي يكون فيها سلطان العقل لا يعلى عليه أي سلطان آخر، هو المحرك للوجود الإنساني. فمسألة الاحتفاء الرؤساء بنازك الملائكة ليس فقط طبعا للبعد الأيديولوجي، لأنها أيضا كانت هي على الرغم من أنها لم تنتمي إلى أي حزب قومي، لكن هي كانت في بعد مؤمنة
وهناك فرق بين الإيمان والاعتقاد، ليس اعتقادا إيديولوجيا، إنما هو إيمان بأن الهوية العربية ليست بحاجة إلى إيديولوجيا ضيقة يمكن أن تحددها، لأنها ممكن الإيديولوجيا تنتهي في فترة معينة وتنتهي معها، لكن حين تكون إيمانا ببعد إنساني يمكن لها أن تستمر. وبالتالي فإن الوجه الثقافي الأمثل الذي عبرت عنه نازك الملائكة هو بالانتماء الصادق للمفهوم العروبي بغض النظر عن التحولات الإيديولوجية. سعدت كثيرا كما ذكرت في بداية حديثي أن تكون نازك حاضرة في معرض الكتاب، ويتوجه القراء المصريون الكبار والصغار ولو هم كأسنان المشط المثقفون لا يختلفون، ويجلسون في القاعات والندوات التي تتحدث عن نازك، وكانت حاضرة في إحدى الندوات ابنة عمتها وأيضا هي مقيمة في القاهرة، وذكرت هنالك سيرة لنازك مخطوطة ربما سترى النور قريبا، وستكلفت الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعتها، وأكيد سنعرف أسرار جديدة غير التي قالها النقاد. لكن في عبارة أخيرة، أن جابر عصفور ذكر في كتابه أن نازك الملائكة حينما في نهايات حياتها أصيبت بمرض الكآبة، والسبب في ذلك لأنها كانت مظلومة من قبل الرؤية النقدية العربية، لأنها الأنثى والفحولة لا تريد أن تكون الأنثى هي التي تغير عمود الشعر العربي، وكأنها يعني نموذج للمثل العربي القديم، إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فاذبحوها، فنازك تجرأت وقد صاحت صياح الديك، وهذا المثل قد وظفه الناقد الكبير عبد الله الغذامي في كتابه تأنيث القصيدة. لكن لا أدري إن كانت يسمح للوقت الحديث أن مظلومية نازك ليست فقط في حياتها حتى بعد موتها، لأنه إذا كانت هنالك آراء نقدية قد واجهت نازك بالفحولة وبأنها أيضا لم تكتب بالشعر الحديث كما كتب السياب أو البياتي أو عبد الوهاب بولند الحيدري عفوا، المفارقة أن أغلب النقاد الذين هاجموها هجوما لاذعا، وهذه حقيقة نذكرها ليس يعني هم من النقاد العراقيين، المفارقة أن أغلب النقاد المصريين هم انتصروا لنازك، لكن ليس انتصارا كما ذكرت إيديولوجيا لأنها قد تضامنت مع، بقدر ما هم يريدون أن يتحررون من الضواغط الإيديولوجية السابقة. المظلومية الأخرى هي التعاطف، يعني هنالك أيضا تعاطف مع نازك، العطف هو كان مع الأنثى ولم يكن مع الشاعرة، ودفاعهم كأنه دفاع عن حقوق النسوية أكثر مما هو دفاع عن حقوق الشعرية. وبالتالي بدأوا ينبهرون مثلا أن نازك الملائكة التي غيرت خارطة الشعر العربي أنها غير محجبة، وأنها ترتدي الفساتين يعني لا متمردة على الفساتين الإسلامية. طيب هل هذا كان هو هم نازك الملائكة أن تكون سافرة؟ يعني أعتقد أنه بسبب العقل المحجب هو الذي ينبهر من السيدة غير المحجبة، بمعنى أن نازك تعرضت إلى مظلوميتين، سواء من تعاطف معها أيضا ظلمها لأنه دافع عنها بوصفها أنثى، ومن هجم عليها أيضا لأنها الدجاجة التي صاحت صياح الديكة فاذبحوها. أنا مش عايز أطلع الفاصل، يعني أمل حياتي ما أطلعش الفاصل، وأنا قاعد في حالة إنصات المستمتعين. أشكرك. وفي نفس الوقت الحقيقة عمال بفكر في كل ما جاء على لسانك يا دكتور. أنا أستأذنك فعلا هطلع فاصل بمنتهى السرعة، وأعود بمنتهى السرعة حتى أزداد استمتاعا بحديثك الرائع. أرجوك خليك معانا، أرجوكم خليكم معانا، لأنه حديث أكتر من جميل. استنونا. أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل الترحيب بضيفنا العزيز والرائع دائما دكتور أحمد الزبيدي، رئيس تحرير مجلة الأديب العراقية. وأنا مش عاوز حديثي عن الأدب العراقي ينقطع. أنا من الناس اللي طالما اعترضت على جملة شهيرة كثيرة التداول، كتب في مصر وطبع في لبنان وقرئ في العراق. طيب ما احنا بنقرأ الأدب العراقي برضو، وبعدين بحس وكأنه العراق غير منتج أدبيا
ولكنه يقرأ، وإنه المصريين منتجين أدبيا ولا يقرؤون، ولبنان في المنتصف وكأنها مجرد وسيط. في جمل بتبقى دائمة التردد أنا أشوفها إنها، أو الترديد، لكنها جمل شديدة الألم بالنسبة للشخص المتواضع. يعني هي هذه المقولة ظهرت أو شاعت في الأوساط الثقافية في الأربعينيات مع تأسيس دور النشر، ثم مع التحولات وظهور الجيل الستيني في مختلف المجالات الوطن العربي، مع ظهور ترجمات عبد الرحمن بدوي والكسح في الوجودية وهذا الدفق، وهنا نشئ دور النشر في بيروت. لكن هذه أعتقد هي مقولة يعني ما عادت لها هذه المركزية. كل بلد أصبح هو من يؤلف ومن يطبع ومن يقرأ، ولك أن ترى أن دور النشر أصبحت متعددة. لكن هذا نأخذها على المستوى الإداري. على المستوى الثقافي، مصر تؤلف، طيب لبنان تطبع، العراق يقرأ، طيب ما معنى يعني اللي نفكر في هذه المقولة؟ هل هي احتباطية؟ ظهرت هذه المقولة كما ذكرت حضرتك مع بداية أن أصبحت البعد التنويري لا يتوقف فقط في الكتابات التجريدية الفلسفية، أصبح عملا إجرائيا إبداعيا في الشعر، في العلوم الاجتماعية، في فن التشكيل، في التاريخ، في إعادة قراءة الخطاب الديني. فهنا الإنتاج المصري الذي كان رائدا في التأليف، لأنه هو المثل المركزية الدينية في الأسهر، وأن يكون هو هذا نفسه المركزية من توجه الخطاب الناقد واللاذع وإعادة القراءة، هذا يجعلها في صدارة التأليف. أما أن تكون بيروت تطبع وكأنه هو انتقاص أيضا من أسماء كبيرة فيها، من أدونيس الذي قد سكن فيها فترة في أنس الحاج، لكن هي عملية كما ذكرت كانت ربما بسبب هيمنة يعني هيبة مصر السياسية في تلك المرحلة، والمشروع القومي الذي تبنته، ومحاولة الاستجابة من قبل بعض الأقطار العربية، ربما أعطى لهذه المقولة مشروعية. لكن هي لا تقلل من الشأن الثقافي للبلدان الثلاثة حتى في ذلك بيروت. وكأن هذه المقولة هي الثابت وهنالك متحول، بقت هي المعيار. الآن بمناسبة في كل دورة معرض أسمع هذه المقولة، يعني حتى في معارض الكتاب في بغداد يقولون قديما كان يقال أن القاهرة وكذا والآن العراق كذا، وذهبت إلى بيروت وسمعت وقديما كان يقال، يعني كأنها بقيت هاجسا في خلد المثقفين، ونوع من التحدي ومحاولة الخروج من هذا الثابت إلى المتحول. طيب هل تعد هذه حالة صحية؟ هل يمكن أن تنتج تنافسا آخر من قبل هذه البلدان لتكون هي من تؤلف، حتى تدع من يؤلف تدعه يقرأ؟ مصر كما ذكرنا هي قد احتضنت نازك الملائكة، واحتضنت يعني الخصيمين السياب، أول ديوان صدر له في القاهرة وتحدى يعني أنه أنا سبقت نازك الملائكة. في عبد الوهاب البياتي أقام في مصر، وكبار لدينا في الجامعات العراقية الآن أساتذة ما زالوا إذا يفتخرون في شيء أنهم يفتخرون قد درسوا في مصر، مثل ما عندنا الدكتور صاحب أبو جناح الكبير في علم النحو، دكتور طارق الجنابي، وأسماء كثيرة، وعلي عباس علوان، وشجاع العاني. إذن هم من صدروا لنا المقولة لأنهم قد درسوا في الأكاديمية في الجامعات المصرية، بمعنى أن المثقف العراقي حينما عاد إلى بغداد لم يعد فقط بحقيبة سفر تحمل أدواته، لا، تحمل هذه المقولة أيضا. يعني هم قالوا أن هذه المقولة كذا لأنهم طيب عشقوا هذا المكان. يمكن وزملائي عمالين يقولوا الوقت انتهى، بس أنا مش هقدر أنهي الوقت قبل ما أسأل وسؤال قد يبدو فلسفيا على حس ما كنا بنتكلم عن دكتور مراد. إيه هو السر، وأراه أحيانا سرا وأحيانا لا أعتقد أن هناك سر على الإطلاق، في حالة التواصل، الحب، التكامل المستمرة دائما ما بين بغداد والقاهرة، وخصوصا في الصعيد الأدبي والثقافي، وكأن العاصمتان شقيقتان توأم، في حالة من الحب موجودة في الصعيد على الصعيد الثقافي بالتحديد،
غير متكررة ما بين القاهرة وبقية العواصم، ولا وأظن أيضا، بس حضرتك بقى اللي تقول لي، أنها أيضا غير متكررة ما بين بغداد وسائر العواصم، بغداد والقاهرة حالة من التفرد. يعني هذا الموضوع هو إشكالي، يعني إشكاليته في سعة الرؤى التي أسهمت في إنتاج هذا التقارب، سواء على المستوى الحضاري، يعني من في هذه المنطقة الوطن العربي تحمل حضارات عريقة في البعد التاريخي. صحيح. ستذكر أن حضارة وادي الرافدين وحضارة مصر. إذن على المستوى هنالك هذه المرجعية التاريخية، ربما هنالك قطيعة، يعني ليس هنالك تواصل، هنالك بعد أنه تراثي، يعني ليس هو فقط متحف للحضارة الرافدينية وللحضارة الفراعنة المصرية، هذا على المستوى المتحف الأشياء الأدوات، أو كما يقول إبراهيم الكوني في روايته ناقة الله، يقول أيعقل حين يسير وراء ناقته، أيعقل أن تكون الآثار هي الدليل الوحيد على الذين رحلوا؟ بمعنى أن هذه الآثار هي الدليل على الذين رحلوا. هذا أيضا على المستوى يعني يضع أنت الشخصية العراقية أو الشخصية المصرية، من حقها أن تفتخر وتتباهى بهذا الوجود التاريخي الذي يتعالى كثيرا على مناطق أخرى تفتقر إلى هذا الجانب ببعدها الصحراوي، مع كل الاحترام والتقدير طبعا. لكن هنالك تفاعل ثقافي، وكأن هنالك جينات إبداعية في التحول، يعني هاتان المنطقتان لا تستقران عند حال ثقافي معين، إما أن تتحول مصر أو يكون التحول. وعلى ذكر الشعر الحديث، وابتدأنا بنازك الملائكة، نعم هنالك تحول حدث في العراق، لكن هنالك دعم ومساندة، يمكن أن نلغي دور مثلا صلاح عبد الصبور أو أمل دنقل أو النقاد الذين بشروا بهذه الحركة، من جابر عصفور، من صلاح فضل. فإذا هي فقط يعني العوامل التاريخية والثقافية هي التي أسهمت في هذا التقارب الثقافي. دكتور أحمد، إحنا كده التقينا في القاهرة، فأنا كده زي ما نقول عندنا في مصر عليا واحدة، المرة الجاية أنا اللي لازم أروح على بغداد، وده بالنسبة لي بيبقى شيء سعيد، يعني من ساعة ما زرتها وأنا طول الوقت يعني أتكلم حتى مع زملائي في اتحاد الصحفيين العرب على أنه إحنا لازم نحضر زيارة أخرى لبغداد، وتبقى أطول كمان من الزيارة السابقة، علشان حتى نستمتع ونتشرف دايما بالمناقشات. هذا شرف مضاعف لي. لا ده إحنا اللي نتشرف. نورت مصر، نورت برنامج التاسعة، ونورت التلفزيون المصري، والمرة الجاية أكيد هنتقابل في بغداد إن شاء الله. أشكرك جدا 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 دكتور أحمد الزبيدي، رئيس تحرير مجلة الأديب العراقية، في حديث وإن كان قصيرا نوعا ما، أو هو قصير مش نوعا ما، ولكن بالنسبة لي كان حديث مفيد إلى أبعد الحدود ورائع بكل المقاييس. فليكن لنا حديث آخر من بغداد العراق العظيم. خلصت الحلقة لحد كده، ثواني يكون موجود معنا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر بطبيعة الحال إن شاء الله نبقى موجودين معاكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.